والله ما ارشح، لانه اذا اقدر ارشح نفسي الى الرئاسه اللي موجوده، اولا المفروض اكون مؤهل تاهيل كامل واحلف اليمين امام الله سبحانه وتعالى وامام المجتمع بان اخدم الشعب بكل حذافيره وبكل نقاطه بدون استثناء. نعم اطماح اكيد، بس بالوضع الحالي لا، بهيك حكومه مستحيل. يعني الشخص يحرق نفسه اذا دخل ضمن هاي الحكومه، يعني يحترق كل تاريخه. خلينا نقول اول شيء يسوي رئيس الجمهوريه، اذا صار رئيس جمهوريه يبدي من المدرسه من الاطفال حتى تخلق جيل جديد زين. شنو اللي اريد اسويه؟ مثل ما نقول اول شيء توفير اليد العامله، توفير اشغال اليد العامله. تعرفين احنا عندنا نسبه بطاله عاليه من المواطنين بالشعب. اكيد لا، ما حد يطمح انه يرشح انسان عادي يرشح الى رئاس الجمهوريه. رئاس الجمهوريه لها اهلها ولها الناس اللي لها بالباع السياسي. اول شيء يعني افرض هيبته معروفه بكل الدول يعني بالعراق. ثاني شيء قانون صارم يخلي حتى القانون يمشي على الكل. انا طبعا ما اطمح ابد، يعني لا ارشح ولا 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 اعمل بالسياسه داخل العراق. اي ها، من جانب اخر اتمنى ان رئيس الجمهوريه يصن الدستور. اي قانون يسن يجب ان يكون مطابقا للدستور. والله انا انسانه مستقله، ما احب يعني اكون بمنصب سياسي، لانه اللي يستلم منصب سياسي يعني يكون على عاتقه يتحمل مسؤوليه هذا الشعب كامل.